بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم متابعي قناة الساحة، حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم في مركز الملك خالد الحضاري وحلقة 9 من مسابقة شاعر المعنى. كما عودناكم في مستهل كل حلقة من حلقات برنامجنا، نفتتح كل حلقة بفقرة وطنية تمثل إضاءة لأحد المستجدات التي تهمنا وتهم وطننا الغالي. وإضاءتنا هذا المساء تتعلق بمنتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يخوض هذه الأيام غمار دورة كأس أممي آسيا 2015 المقامة في أستراليا، ودعواتنا لهم بالتوفيق. مشاهدينا الكرام، نترككم مع هذه الشيلة لنجوم الفلكلور الذين سيشاركوننا هذا المساء: ظافر الحبابي، مقبل الصويمل، وسيف المنصوري. الشوارع منك مضوية والبيارك ترفرف بالسما العالي، الله الله عليكم يا السعودية، بالملاعب عطاكم ما لها مثالي. أسكك والشوارع منك مضوية والبيارك ترفرف بالسما عالي، الله الله عليكم يا السعودية، بالملاعب عطاكم ما لها يعطيكم العافية.